يعني ربنا يعني واحد واحد الشرف ومعقول ان الراجل ما كيتبع ما كيتشرى. هذه هي الوسيله, هذا هو الارث ديالنا. يعني من بعد انت مشيت للاعلام, الوسيله اللي عطاك الوسيله اللي عطاني هو ان الرجل ما عندوش امان, وان هذه واحد الامانه ثقيله وثقيله جدا, واللي ما عاملهاش يعني افيك يعني ب ب ب يعني ب ب ب باحترام وتقدير وحب ما يمشي بعيد لا في الدنيا لا في الاخره. وتوريا جبران وعبد الله ابراهيم, الله يودي كانوا الاصدقاء ديالو. انا باقي الله يودي الله يودي كانوا الاصدقاء ديالو. عبد الرحمن اليوسفي كان صديق ديالو, وتوريا جبران كانت صديقه ديالو, عبد الله ابراهيم كان الوالد كيقدروا وكيحترموا بزاف, كان واحد الاحترام واحد التقدير متبادل. والحمد لله هذا قدر الله سبحانه وتعالى, ما عندنا ما نعملوا. حنا اللي كنطلبوا الله سبحانه وتعالى هو يتبسوا عن السؤال. كنشوفوا لي من الاعلام فقط قام من القامات الاعلاميه. بيان سور بيان سور, الناس ما كتعوضوش. مع الاسف الشديد دابا هادشي اللي كذا, هادشي اللي واقع دابا كيبداو كيمشيو واحد مور واحد. الصحفيين الكبار البلاد بوست مارش فيرت اللي جاو مور 75 هما بداو كيمشيو واحد بواحد, بداو كيمشيو واحد بواحد, وهذا يعني سميتو غادي يخليو واحد لو فيد, غادي يخليو واحد لو فيد, واحد الفراغ كبير كبير جدا. الله يعاود محبته وصبره. امين امين امين, الله يجازيك. امين. ملي كان في المصحه كيفاش كانت الحاله؟ والمصحه كان في المصحه كان في حاله يعني كان في يد الله, كان في يد الله بحالنا كاملين. كيفاش كيتكلم معاك؟ لا 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 لا, كان في يد الله. الا فين كريز وصافي, ومن بعد صافي من بعد. ما نوع المرض اللي تصاب به؟ قدر الله سبحانه وتعالى. اللي وعكه صحيه. وعكة صحية, قدر الله سبحانه وتعالى. كأي واحد كيتلقى الخبر الوفاة الوالد ديالو. يعني وحنا دابا الوالد ديالنا المشكل, دابا المشكل ديالنا حنا, حتى إلا كنبغيو ننساو ولا كنبغيو يعني هذا. يعني إلا دخلنا لي ريزو سوسيو كنجبروا الوالد, إلا دخلنا اليوتيوب كنجبروا الوالد. إلا يعني صعيب, صعيب بزاف, صعيب بزاف. والحمد لله, الحمد لله, الحمد لله. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي, تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.